احيانا نلاقي نفسنا حاسين ان احنا محتاجين نتكلم، جوانا حاجة ونفسنا اننا نطلعها، او اننا جوانا كلام كتير قوي ونفسنا نفضل نحكي 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 ونتكلم لحد يسمعنا، بس من غير ما يرد علينا، من غير زي ما بنقول كده يقاوح معانا في الكلام، او يقولك يا اخي حاول تخرج نفسك بقى من الحالة اللي انت فيها دي، يعني ما تستسلمش، يعني اشغل نفسك بأي حاجة، حاول تعمل أي حاجة، انزل العب رياضة، اعمل أي حاجة، يعني انت مالك شايل هموم الدنيا كلها فوق دماغك كده ليه؟ اللحظة دي ممكن يكون الشخص ما عندوش استعداد خالص يسمع حد بيقوله كده، لأنه ممكن يكون غصب عنه، هو حاول يعمل ده بس في حاجة خارجة عن إرادته بتمنعه. ساعتها بعد محاولات كتير جدا مع أقرب الناس لينا، أو بعد محاولات اننا نحاول ندور على حد ممكن يكون قريب مننا عشان نفضفض معاه ونخرج اللي في قلبنا، نفكر اننا نلجأ للطبيب النفسي. والهدف هنا مش فكرة ان احنا ناخد علاج علشان خاطر نبقى احسن، قد ما تكون الفكرة اننا نفضفض ونطلع اللي جوانا لشخص ممكن يكون اساسا ما يعرفش عننا حاجة، ما يعرفناش، ما يعرفش عيلتنا، ما يعرفش حياتنا شكلها ايه، فنقدر نفضفض ونطلع اللي جوانا من غير اي قيود. امتى نلجأ للطبيب النفسي؟ ده هيكون كلامنا ان شاء الله النهارده مشاهدينا مع الاستاذ الدكتور طارق اسعد. اكيد بنرحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم، تقدروا كمان تبعتوا لنا اس ام اس على رقم 91235. دكتور طارق سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه والمشاهدين وحضرتك بخير. بالف خير، ربنا يخليك يا رب، نورتنا. الله يخليك. يعني بنقول كل البني ادمين وكل البشر عندها ضغوط كتير في حياتها، طبعا احيانا بيبقى في صدمات في الحياه، واحيانا البني ادم بيقع نفسيا، وبعد ما يقع نفسيا يقع كمان جسديا من شده الالم النفسي. امتى نقيم اللحظه الصحيحه اللي نقول لازم نروح فيها لطبيب نفسي؟ تمام، هو الحقيقه سؤال مهم، ويمكن احنا في عياداتنا بنشوفه يعني كتير، خصوصا يكون حد جه لي اول مره ولما ابدا الكلام معاه ليه متردد، او واحده تقول لي بصراحه انا مش عارف انا جايه لك ليه. يعني انا فكرت كتير وقعدت مع نفسي بس قلت خلاص انا مش قادره. هي دي بقى اللي انا باخد منها. يعني انا حتى لما بسالها طب ايه الحاجه اللي خليتك لا انا لازم اروح بقى، عاده بيبقى التاثير على قدره الانسان على التكيف. كلنا عندنا ضغوط، كلنا بنعاني من اكتئاب من قلق، لكن لما يبدا ده ياثر عليا، بدا شغلي يتاثر، بدا علاقتي بالناس تتاثر، بدات صحتي تتاثر، نومي، في الحاله دي ما ينفعش ان انا استنى كتير. لان ممكن يكون ورا ده مرض نفسي وممكن يكون لا، يعني محتاج حد يقيمني. فالاجابه على سؤال حضرتك بدقه، اي واحد بدات حياته تتاثر والموضوع ده استمر مش مجرد يوم او اتنين، يعني اكتر من اسبوع، يبقى لازم يلجا للطبيب النفسي في الحاله دي. اكتر من اسبوع ايه بقى يا دكتور؟ داخل في دور اكتئاب مثلا، او رافض يتعامل مع اللي حواليه، او بيبكي كتير قوي، او عنده رعشه في جسمه، ولا ايه؟ كل ده يا فندم، يعني خليني اقول مثلا كلنا بيجي لنا اكتئاب. طب امتى الاكتئاب ده اقول لا ده اكتئاب محتاج ان انا اتساعد بيه؟ كلنا بيجي لنا خوف، كلنا بيجي لنا وساوس، كلنا بيجي لنا اعراض جسمانيه. هو السؤال اي حاجه من دول لو بدات تاثر على وظيفه الواحد، يعني بدات تاثر على شغلي، على علاقتي بالناس، بدا نومي يتاثر، حياتي مش مبسوط مش مستمتع، ايا كان العرض ده بقى، سواء كان اكتئاب كان قلق كان خوف، لان في حاجات مش اكتئاب بس، في ناس بيبقى عندها وساوس هو مش عارف يتخلص منها، فاي حاجه بدات تاثر عليا يبقى انا خرجت من دايره الاطار ان دي حاجه عاديه، لا لازم اروح لحد وهو اللي هيساعدني. هل ده مرض محتاج علاج، ولا دي مجرد حاجه محتاجه ان انا حد يوجهني فيها تغيير نمط حياه؟ فالحقيقه احنا بنشجع الناس انهم ما يستنوش في الحكايه دي. امتى حضرتك بتعرف او بتقدر تحدد ان المريض ده محتاج انه يفضفض ويتكلم ومش محتاج علاج، والمريض ده من اول ما يبدا يتكلم انت عارف ان هو علاجه في الادويه مش في الكلام؟ تمام، هو طبعا احنا بيبقى لينا علامات في الاعراض بنقدر ان احنا نفرق بين، مثلا في الاكتئاب في نوع من الاكتئاب بنسميه اكتئاب كيميائي. ده بيبقى داخلي، يعني سببه كيمياء بتتغير في المخ وبتأثر على قدرة الإنسان على الاستمتاع وبتأثر على النوم وكل حاجة. وفي اكتئاب تاني بيبقى اضطراب تكيفي، يعني في مشكلة وأنا طبيعة شخصيتي حساسة شوية مانيش قادر إن أنا أتعامل معاها، فمش قادر أتكلم مع حد، وخصوصا إذا كان الشخص ده حساس. هو بطبعه كتوم ما بيحبش يتكلم، فبيبان بقى من الكلام، يعني وأنا عمال باخد منه الأعراض أنا حاسس إن في حاجة. فبروح حاطط الأجندة بتاعتي على جنب، بقول له
في حاجة؟ يقول لي والله في حاجة بس أنا يعني هتقول عليا إيه؟ قلت له إنساني كأنك بتتكلم مع نفسك. مهم قوي في الطب النفسي في المقابلة الأولانية إن أنا أعمل زي بنسميها فاسيليتيشن، أو إن أنا أعمل للعيان تسهيل إن هو يتكلم، تسمعه باهتمام. يعني إيه الفرق ما بين الطبيب النفسي وما بين أي حد تاني؟ أولا أنا هسمعه باهتمام، ثانيا أنا ماليش علاقة، مش هحكم عليه، دي نقطة مهمة قوي. يعني أسوأ حاجة تقدر تعرف في بعض الأحيان يا دكتور إن المريض اللي قاعد قدامك بيكذب؟ طبعا بيبان، طبعا بس ما بواجهوش. يعني لو عرفت ان هو تبقى عارف ان الكذب ده مشكله من ضمن المشاكل طبعًا. اللي هو اللي طبعًا. عنده طبعا. وفي كذب بنسميه كذب دفاعي، يعني هو مش بيكذب بس عايز يحافظ على صورته. يعني انا عملت كده بس انا ما كانش قصدي، كان هم اللي دفعوني. يعني لازم احترم مشاعر المريض. يعني احنا دايما واحنا بنعلم الاطباء الصغيرين ما تبقاش جادجمنتال، يعني ما تبقاش بتصدر احكام على المريض من الاول، لان ده مش هيشجعه ان هو يتكلم معاك. يعني وبالتالي مش هيجي لك تاني بالظبط، وهيلجأ لحد تاني بالظبط. يعني هو ايه اللي بيخلي المريض ما يتكلمش مع حد؟ هيقولوا عليا ايه؟ هيحكموا عليا ازاي؟ فمهم ان انا في النقطه دي علشان اخليه يتكلم اقول له لا، احنا بنقبل اي حاجه، اي شيء انت هتقوله، بالعكس احنا بشر واي واحد فينا ممكن يعمل اي شيء. ده بيخليه يتشجع ان هو يتكلم. بس استاذنك ناخد التليفون. اتفضلي بقى. مو ياسمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. بعد ما حضرتك كلمة الدكتور بقى. اتفضلي مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي فين. انا دلوقتي بسال لحضرتك اطول عليك حبه معايا. استاذنك بس تعلي صوتك شويه. انا دلوقتي تعبانه، كنت والده جديد. ها. وحصل مشكله. طيب حاولي تكلمينا مره ثانيه. طيب لو هاخد لسه بتقول والده جديد، والدة دي نقطه جديد. لو هناخد من كلامها مشكله بعض السيدات اللي بيجي لهم حاله اكتئاب اثناء فتره الحمل او تمام. بعد الولاده طبعا دي نقطه مهمه جدا. يعني على احسن تقدير ما بين كل 500 واحده الى 5 بيجي لهم الموضوع ده. كان الاغلب كانت الاعراض ديت زمان كنا بنقول انها ما بعد الولاده. يعني كان الاكثر انها بتحصل في الفتره اللي ما بعد الولاده، وما بتحصلش بعد الولادة على طول، من شهر إلى 6 شهور أو سنة. يعني عشان كده ربطتها حتى مع الحملة أوقات ما بتبقاش واضحة قوي. يعني أنا الست ولدت وكل حاجة وبعد شهرين بدأت تجيلها الأعراض الاكتئابية. وكانوا بيسموا ده اكتئاب ما بعد الولادة. في الفترة الأخيرة لاحظوا أن أعراض كتيرة بتحصل أثناء فترة الحمل. فبقى الموضوع مش بيتسمى اكتئاب ما بعد الولادة، الاكتئاب المتعلق بالحمل. فممكن الأعراض تحصل أثناء الحمل في اي مرحله، سواء في الفتره الاولانيه او الوسطى او الاخيره، وممكن تحصل بعد الولاده. اللي بيحصل بعد الولاده يا دكتور، يعني انا اعرف ان هو ليه فتره معينه الطبيعيه جدا اللي هو بيبقى الاكتئاب الوقتي ده اللي تمام. هو اثناء فتره تمام. الحمله تمام. او الولاده، او يستمر لبعد كده لفترات طويله جدا ممتاز. فيتحول لمرض. هو سؤال حضرتك مهم جدا. احنا نفرق ما بين حاجه بنسميها البوست بارتم بلوز، اللي هي الحزن الخفيف اللي بيجي بعد الولادة، ومن الاكتئاب. الحزن الخفيف اللي بيجي بعد الولادة بيبقى وقتي، أولا بيحصل بعد الولادة على طول، يعني مش بيتأخر شهر أو اتنين، بيحصل في الأسابيع الأولى. وبيبقى وقتي، والأعراض بتاعته ما بتبقاش جامدة. يعني عمر ما مع اللي هو الحزن الخفيف اللي بعد الولادة ده بيبقى فيه أفكار انتحارية، عمر ما فيه تغيرات سلوكية، وبتبقى وقتية، نادرا لما بتستمر أكتر من أسبوع أسبوعين. لكن لو بدأت الأعراض دي تاخد منحنى آخر، يعني بدأت تطول أكتر من أسبوعين، أو بدأ يبقى معها أعراض تانية، بدأ يبقى عندها أفكار ناحية الجنين إنها عايزة تتخلص منه. أنا كنت لسه هقول لحضرتك ممكن توصل الأفكار لأذية الطفل نفسه أو البيبي نفسه. ودي بتبقى من الحاجات الحقيقة اللي بتبقى يعني صادمة للمريضة. يعني إزاي أنا ابني واللي أنا مستنياه مش حاسة بيه، مش فرحانة بيه، بل بالعكس. الشعور ده ممكن يتحول لأنه يبقى فعل، يعني بيجي لها مثلا بعض لا. الاحاسيس ان هي عايزه ترميه من البلكونه، عايزه تموته، عايزه تحط مخده على نفسه، عايزه تعمل اي حاجه. هو الحقيقه دي نقطه مهمه جدا. في فرق ما بين افكار ايذاء الطفل وما بين ضلالات ايذاء الطفل. الاثنين الحقيقه مختلفين تماما. في الحاجه الاولانيه ده بيبقى نوع من الوسواس، يعني هي بتجي لها فكره ان انا عايز اذي ابني بس انا مش عايز اعمل كده، ما بتنفذهاش وانا عارفه ان الفكره غلط. دي عشان بيبقى جواها مشاعر ناحيته بالظبط، وده وسواس. يعني الفكره دي طبيعتها بتبقى وسواس.
عشان كده بنطمنها. انا بقول لها كده، بقول لها عمرك ما هتعملي كده، على مسؤوليتي عمرك ما هتعملي كده. هي بتبقى متعذبه بالفكره نفسها طبعا. ده مختلف عن الاضطراب الذهاني اللي هو ذهان ما بعد الولاده، بيجي فيه اعتقاد خاطئ ناحيه الطفل، مش فكره لا، هي الفكره بتجيلها والاعتقاد ان ده مش ابني، ان ده شيطان، او ان ده حاجه لازم اتخلص منها. ففي الحاله دي هنا في خطوره لانها ممكن تاذي. الاثنين مختلفين تماما. في حاجه تقدر تنفذها وحاجه بتمنعها، بيمنعها شيء معين. مختلف تماما. تمام.